الإجازة يا ربوني جن الميدالي. جاتكم فيديو جديد. الفيديو راح يكون عن عمل جديد حاليا اللي قاعدة أشتغل فيه. المهم راح أوريكم تفاصيل كثيرة عن العمل، وراح أوريكم إيش شغلي بالضبط، وراح أوريكم المكان اللي أنا أشتغل فيه. طبعا هذا المكان مرة صعب إنك تصور فيه هذه التصويرات، وفيه كاميرات محطوطة في كل مكان لأنه المكان هذا كبير مرة، وفيه شغلات ممكن تنسرق وزي كذا، فما يصير انه انا حتى اصور، يعني ممنوع من التصوير. بس انا قررت انه اعمل هذه المغامرة واعمل هذا التحدي واصوره عشان خاطر عيونكم، واوريكم ايش الشغلات الجديدة او الشغلات الامور اللي ما تعرفوها عن كوريا، او الاشياء الشغال اللي ما تعرفوها عن كوريا. المهم هذا العمل طبعا من اسوأ الاعمال اللي انا اشتغلته في حياتي، بس اشتغلته مضطرة يعني محتاجة المادة. فالمهم ما اطول عليكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الاشعار، واشتركوا قناة نارين وتاسوم وقناة العائلة، بحط لكم في صندوق الوصف. واذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحطوا لي كومنتات كثير وتدعموني كثير وتحطوا لي لايك 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 كذا بهذا الكبر وبهذا كثير، وكمان تابعوني على الانستغرام، احبكم مرة. يلا نروح. هذا الحين طالبين مني الشركة انه انا اكتبها، اكتب اسمي ومعلوماتي الشخصية. عاملة اوفر وهي ما تعطي حقوق الناس، يعني انا اشتغلت بهذه الشركة بس ما تعطي حقوق الشخص. شوفوا ايش اعطونا هذا، ما ادري ايش هو بس اعطونا اياه. ما بروح. خلينا الى المكان المعفن. صراحة من جد اكره هذا المكان، اكرهه. هذا هو المخزن، مخزن كله ملابس وغراض. اكيد بتكون يايرو كيوت ما اعرف ايش، بس ولا مسموح لنا نمسكه ولا شيء. والمهم راح اوريكم كيف نشتغل وتفاصيل الشغل، خليكم معي وان شاء الله راح اوريكم كل النقاط اذا ما قفطوني. الظلمة المخيفة دائما الدور الثالث، في واحدة تكرهني كل ما اسلم عليها ما تسلم، وقحوقها بشكل. مخزن وهذه كلها كراتين ملابس أخرى كل هذه. الغريبة إنه هذا المكان كامل تشتغل فيه، تخيل في عز البرد مرة بجو بارد، بس حاليا شهر 10 مو بارد مرة، فتشتغل فيه بجو بارد ما يعطوك جانج أب، يعني قفاز ترتب الأشياء وغبار وبهدلة وكل شيء، بس ما يعطوك جانج أب، وهذا من أسوأ الشغال. طف لهم. هذه هي الأغراض، ملابس أطفال كل أنواع الملابس، أطفال كبار كل شيء، ملابس رياضية جزمات ألعاب في هذا المكان. الحين سحبته على حسب السايز، سحقتمها هذا التسعين وهذا الثمانين.
لازم بعد شوية لازم أتجهز عشان أشغل رجولي للجري، عشان لازم أوصل الأول قبل الطابور عشان ما أنتظر كثير، عشان ألقي أكل كويس وأكله، عشان كمان بعد شوية الحين الغداء يلا قلوا لي شكسة بايسي هو الأكل حريات بنشان وشربة ماء أشرب وبيض كمتشي و خلص ما كل شيء، بس أسناني باقي لي نص ساعة بنام، لازم بنام. الحين لازم نرجع للشغل. خلص الكراتين هذا كله ورا، مو اللي ورا، هذول وقت قياسي، والحين لازم أعمل له هناك أرتبها بالرفوف، وبعد ما أرتبها راح أشوف لو في كمان ولا لا. شوف لو مرة ثقيلة وقبتها سايز وكل شيء. الحين راح أرتبهم من الأصغر للأكبر. خلصت كل السايزات اللي بالأول، لكن الآن أمامي تحدي الوصول إلى القمة. ماذا أفعل بهذا القصر؟ ماذا أفعل؟ آخر شيء لازم هذا، بس هو فوق. كيف أسوي؟ كيف أسوي؟ كله هذه الكرتون اللي خلصها. Thank you.
العودة إلى العمل من جديد. تعب جد أحس عاد لسه ظهري ما أتعافى. أحس العمود الفقري بيكتر. الشغل نفسية كبيرة. المهم إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب واللايك، تشتركوا بقناة نارين وداسم والعائلة، قناة العائلة حالا، وبحط لكم بصندوق الوصف، وكمان لا تنسوا تحطوا لايكات كثيرة وتحطوا لي كومنت إذا عجبكم الفيديو تقولوا لي. طبعا أنا حاولت إنه أختار أكثر من زوايا عشان أصور، كان الإضاءة مو قد كذا أعرف، لكن داخل المكان أكيد ما في إضاءة قوية، اخترت أكثر من زاوية يعني عشان أصور التفاصيل أكثر. فإذا حبيت الفيديو تقولوا لي في الكومنتات. يلا باي.